رأينا أكثر من 20 جثة على الأرض مرمية، طالع فوقيهم الدبابات والأليات مفغصاهم. بعده قاعد أشوف مين تصاوب، في حد، في حد جوا؟ بالراحة. هاي بدهم أكل، بدهم شرب، هيك شايف كيف؟ الواحد وزنه بجيش 2 كيلو، أبو 8 شهور بجيش 2 كيلو، يعني اللي بشوفهم بقول عنهم هدول شهرين ثلاثة بس. جروح المرضى دودت، المرضى بتموت بالبطيء وإحنا بنموت معها. في البيت وبنسمع صوت الصراخ. شفنا عمليات اعدام ميداني صارت، كانت صعبه. اولادهم قاعدين بيعدموهم اقبال امياتهم وبناتهم وصغارهم، اشكر خبر الاعدام. تحت الدبابه حطوا الشباب ودهسوهم. الشهداء تحت الانقاض، هل حرق بيوت، حرق دور، هل الاغراض، هدى على الناس، احنا طلعنا زي ما انت شايف. وقفنا صاروا يطقوا، كلنا انبطحنا، بعدين صاروا يتسلوا علينا واحد واحد بالقناص، طقطقوهم كلهم. في واحد طلع راسه، اكل طلقه ببطنه، طلع راسه اكلها في راسه وكل دمه نزل علي. مين اللي قال يشلحوا عيني؟ حفره الطياره قال يشلحوا عيني، شلحنا وعينا قلنا لها مستحيل وشغط وشهد مغمى. يا في واحد مقطوع راسه على الميه، والثاني مقلها في راسه طلق، حد قاعد بنازع، والثالث قاعد بسحب سحب فيه. طلعوا بيطلع 20 جندي فوق، فتح باب الشقه ودخل كلب بدون حضور ولا دستور، كلب قد الأسد. هذا هيك مفتوحة، وهي 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 مزاع البلوزة، وهي صدري. أخذوهم، مش عارفة وين أخذوهم. الشاب اسم الله عليه، اسم الله، أولادنا حلوين يا أمه وعديل، أخذوه يا مصر بركدم.